ليس أن تكون مربوطة في أي دولة أجنبية إن كانت إسلامية أو غير إسلامية. طيب أستاذ فايز، يجب أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. طيب أستاذ فايز، وأنا أعرف جيدا أن ما يحدث في غزة، عفوا، ما يحدث في غزة من خلال اتصالاتي مع أصدقائنا، لا أستطيع أن أزور غزة، أن الوضع هناك لا يطاق، لا يطاق بالمرة، ليس من الناحية الحصار فقط، وإنما من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأنا أتحدث بالأساس عن الحياة الاجتماعية داخل قطاع غزة. طيب أستاذ فايز، يعني أعتقد بأن غالبية العظمى من الشعب الفلسطيني أيضا تتمنى عودة حركة حماس إلى طاولة الحوار أو التوقيع على الورقة المصرية كمجرد إلى بداية الصف الفلسطيني، وليس فقط إلى طاولة الحوار. نعم أستاذ، أنا أدعو إلى العودة إلى الصف الفلسطيني. أستاذ فايز، اسمح لي أن أنتقل وإياك إلى صحيفة الأيام. نعم. وما كتب طلال العوكل من غزة، كتب يقول بعنوان المقالة: إنجاز متقدم ومؤشرات واعدة. يتحدث عن البيان الأوروبي، يقول: إسرائيل لن تكتفي بهذا الموقف من البيان الأوروبي، والأرجح أنها أن تأتي ردود أفعالها العملية لتضاعف العقبات أمام تحريك المفاوضات والعملية السياسية، فضلا عن عرقلة التوجهات الأوروبية نحو تصعيد الدور السياسي للاتحاد الأوروبي في العملية السياسية. ويقول إن الأوروبيين سيكتشفون سريعا أن التردد في اتخاذ المواقف الصحيحة والحازمة لن يزيد إسرائيل في ظل حكومتها اليمينية المتطرفة سوى المزيد من التطرف وتعطيل إمكانية قيام دولة فلسطينية أو تحقيق تسوية معقولة. وهذا على الأرجح ما شهدناه أستاذ فايز من مشروع القرار الذي طرح على الكنيسة حول الاستفتاء الشعبي. هل تعتقد بأننا أيضا أمام تصعيد آخر عملي كما ذكر طلال عوكل على الأرض، لأنه تحدث في المقالة عن تجهيزات عسكرية وربما ضربة عسكرية من قبل إسرائيل إلى قطاع غزة، وربما حتى يعني تتحركش جنوب لبنان بحزب الله أو تتحركش في الضفة في رام الله ونابلس؟ نعم. أنا نعرف أنه يوميا في إسرائيل بتنفذ اعتقالات يوميا، أنا يعني متابع للأخبار، أخبار الضفة الغربية، الاعتقالات اليومية. أنا أعتقد أن إسرائيل هي تعتبر القرار الأوروبي اليوم متوازي بعض الشيء، وهي لا تخاف من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، لأن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ قرارات فعلا حازمة وجدية بالنسبة للقضية الفلسطينية أو عملية السلام في الشرق الأوسط. أنا كنت قد اجتمعت مع شخصية أوروبية وسألته لماذا لا تتدخل أوروبا بشكل جدي في العملية السلمية، فكان رده بسيط جدا: القيادة الفلسطينية لم تطلب منا أن نتدخل، ووضعت كل بيضها في سلة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد طلبت الآن طلبت الآن، واليوم نحن نرى أن هناك تحول جدي في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضية القدس. يعني قرار الاتحاد وزراء الخارجية بالأمس وصحيح لم يكن كما توقعنا، كما كان متوقعا أو كما طرح من قبل السويد إلى رئيسة الاتحاد الأوروبي الحالية. نعم. صار عليه بعض التعديلات، وهي قضية المفاوضات، من خلال المفاوضات إدخال هذه الجملة هو عمليا خفف من القرار، أو القرار لم يكن، لا أقول هو قرار جدي جدا، ولكنه لم يكن كاملا بإدخال هذه الفقرة من خلال المفاوضات، لأن الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن إسرائيل من خلال المفاوضات لن تصل إلى أي حل، خاصة فيما يتعلق بقضية القدس، واليوم يدور الحديث عن القدس وهي العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية. كان على الاتحاد الأوروبي ألا يضيف هذه الجملة، ولكن كما نعلم الضغوط الإسرائيلية المباشرة على ألمانيا وفرنسا هي التي جعلت الاتحاد الأوروبي أن يضيف مثل هذه الجملة، والتي لا حسب رأيي تأثير ليس بتأثير ربما سلبي بعض الشيء على المقترح السويدي. طيب أستاذ فايز،
لفتنا في صحيفة الأيام عنوان أيضا رئيسي: سلطات الاحتلال تباشر بحفريات واسعة في المنطقة الملاصقة للجدار الجنوبي للأقصى وأيضا الشرق الأوسط. من الصحف العربية عنوانها الرئيسي كان باحث متخصص بشؤون القدس يقول: على الأمتين العربية والإسلامية تقبل تعازي سلفا بالمسجد الأقصى. ميدانيا إسرائيل أو حكومة بنيامين نتنياهو لا تتوانى في تهويد مدينة القدس. بعد هذا البيان والبيان الاتحاد الأوروبي والمواقف التي سمعناها، بغض النظر هل وصفت القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وصف هذا القرار أم لا؟ وصف هذا القرار بأنه إيجابي وخطوة إلى الأمام، لأنه يعني بيّن رفض الاتحاد الأوروبي لأي تغيير في معالم القدس المحتلة لعام 67 جغرافيا وديموغرافيا. هل باعتقادك مثل هذه الخطوات على الأرض، الخطوات الإسرائيلية والممارسات الإسرائيلية، ستفرض ربما يعني مصيبة قادمة على مدينة القدس وربما تسوية قد لا تقبل التغيير في المرحلة القادمة؟ صحيح. أولا الملاحظة بأن الاتحاد الأوروبي لم يعترف حتى الآن بأن القدس الشرقية هي جزء من القدس الغربية أو هي جزء من إسرائيل، ولم يعترف فيها حتى اليوم. ولكن نحن نتحدث عن القدس اليوم. إسرائيل تحاول وبكل ثمن أن تخلق واقع جديد في القدس. قضية الحفريات حول الأقصى وتحت الأقصى وفوق الأقصى هي ليست بجديدة، ولكنها تأخذ الحفريات، هي إسرائيل تزيد من الحفريات، هي تعمل ليل نهار في الحفريات كما نعلم. وخلال أيام سيتم افتتاح متحف الهيكل الثالث المزعوم، وهو مقابل للمسجد الأقصى. هذا المتحف وهذه أرض كانت قد صدرت من أصحابها من الفلسطينيين. طيب ماذا يتوجب على العرب هنا وعلى الدول الإسلامية؟ عفوا بالنسبة للعرب والدول الإسلامية، احنا حطينا العرب والدول الإسلامية هي القدس أو الأقصى لا يعني لها شيئا، وكل التصريحات التي تقول هذا القدس ولأن الأقصى هو ليس للفلسطينيين وإنما للأمة ويعنون الأمة الإسلامية. أنا شخصيا كفايز عباس أقول القدس هي للفلسطينيين والأقصى للفلسطيني وليس للعالم الإسلامي أو العربي أي حق في الأقصى. الأقصى فلسطيني وفلسطيني فقط، لأن العالم العربي والإسلامي لا يهمه ما يحدث في القدس ولا يهمه ما يحدث في الأقصى. وكل الشعارات وكل القرضاويين الذين نسمعهم ما هي عبارة إلا تسكيت أوجاع أو حكي فاضي أنا بسميه من يوسف القرضاوي، أو اطلعي أو انزلي. بالنسبة للأقصى، الأقصى فلسطيني ولن يحميه غير الشعب الفلسطيني، أهل القدس وأهل الجليل والمثلث والنقب. لكن نحن بحاجة للدعم العربي يا أستاذ. والعالم الإسلامي نحن بحاجة للدعم العربي في هذا. نحن 61 عاما بحاجة للعالم العربي، لدعم العالم العربي. ماذا فعل العالم العربي للشعب الفلسطيني؟ إذا اليوم عفوا سيدتي بالأمس ولا دولة شقيقة قبلت استقبال بعض اللاجئين من الحدود العراقية السورية. فنلندا استقبلتهن، بريطانيا تستقبلهن، وألمانيا تستقبل اللاجئين. كيف ممكن أسمي أنا الدول هاي هي شقيقة؟ هي ليست شقيقة ولا بطيخ. طيب هي دول معادية للشعب الفلسطيني. طيب أستاذ فايز عباس، شكرا لك، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من الناصرة. شكرا لك ولرسالتك. نتمنى أن تكون هذه الكلمات عبارة عن صحوة يعني يتلقاها الوطن العربي بإيجابية نحو التغيير. شكرا لك، كنت معنا من الناصرة.